خلينا نرجع تاني لرمضان. وزي ما قلت لحضركم رمضان السنة دي كان مسلسلات كتيرة قوي وبرامج مش كتيرة، هي مسلسلات يعني، هو رمضان أصبح بقى شهر مسلسلات. فإحنا حبينا نشوف من بعيد كده شوية، شفنا أكتر يمكن أكتر 5 مسلسلات تم مشاهدتهم. مش معنى كده أن دول أحسن 5 مسلسلات ولا أفضل 5 مسلسلات ولا دول أكتر 5 مسلسلات جذبوا المشاهدين، يعني نسبة المشاهدة عليهم كانت بالملايين قد إيه. فاخترنا حضراتكم، يمكن هنشوف مع بعض فيديو كليب، أنه يبقى فيه 5 مسلسلات اللي هم top viewed يعني اللي شاهدناهم أكتر. مش معناه أن ده المسلسل رقم 1 أو 2 أو 3، لكن نمرة 1 في المشاهدة، يمكن أبطاله، يمكن التيم أو فريق العمل المسلسل جذب كثير من المشاهدين، يمكن مواعيده على الشاشات كانت مناسبة. يعني في أسباب أنه هو أكتر مشاهدة، مش معناه أنه هو يكون أفضل، ولكن في منهم طبعا الأفضل من خلال مسلسلات كثيرة خلال شهر رمضان. خلينا نشوف الفيديو مع بعض على أفضل 5 مسلسلات وأفضل 5 مسلسلات حسب اللسة اللي عندي. هو مسلسل اسمه كلبش لأمير كرارة، ممثل أمير كرارة، وطبعا ده شاب جميل طالع يعني بقاله أكتر من سنة، وفي المسلسل ده يمكن غير شوية في الأدوار بتاعته اللي هي الشريرة اللي دور ضابط. مش أحرق، مش أقول لحضركم قصص المسلسلات، لأن أنا يعني أعتقد أن كثير منكم ممكن يكون شافهم، لأن في شهر رمضان بنبقى مشغولين بحاجات كتيرة، وحتى اللي بيتفرج على مسلسلات بيتفرج ما مش ضامنين أنه هو شاف المسلسلات دي. فهذكر لكم أسماء مسلسلات فقط: كلبش أمير قرارة، كفر دلهاب ليوسف الشريف، وده برضه طبعا ممثل عمل شغل جامد خلال السنين الأخيرة. لالا لاند مسلسل دنيا سمير غانم. دنيا سمير غانم رائعة في كوميديا، في دراما، في أدوار كثيرة، يعني بنوتة حبوبة لكل الناس. وفي طاقة القدر حمادة هلال برضو كان عامل شغل قبل كده وأفلام وكده لذيذة وحاجات فيها يعني قدر من الكوميديا يعني. والزيبق شريف منير وكريم عبد العزيز، وطبعا هم مش غربة عنكم، احنا كانوا معانا هنا من كام سنة، وكان في فيلم أولاد العم، وكان إقبال غير يعني طبيعي على فيلم أولاد العم، وكانوا موجودين قعدوا معانا هنا 2 أسبوع، وكثير منكم يمكن قابلوهم. فهم عاملين مسلسل الزيبق، و يعني كلبش، كفر دلهاب، لالا لاند، طاقة القدر، والزيبق. فخلينا نشوف الفيديو ونرجع تاني. حول ولا قوة إلا بالله. الواحد في الزمن ده ما بقاش عارف مين الكويس ومين الوحش. الناس هي اللي بقت وحشة يا خالد. يعني إحنا بعد العمر ده كله هنبيع بيت أبونا؟ طب هنروح على فين؟ هننزل مصر، وعلى الأقل مصر واسعة. الطيارة وقعت. طيارة بالحجم ده تختفي مرة واحدة، ازاي ما يدوروش عليها؟ حرام عليكم، حرام عليكم. فين ابويا؟ فين امي؟ فوتو ستوب. فوتو ايه؟ فوتو ستوب يعني نقطة من اول السطر. من ساعة ما جينا فوسفور هننور لمين هنا؟ جات لك في المنام علشان تساعدها. انا اللي مطلوب منك مش سهل. ليه؟ الحقيقه وانك ممكن وانت بتطارد لعنات الشياطين تضطر تواجه شر البشر. صدقني يا طبيب، انت لسه ما شفتش حاجه.
سليم هتعمل ايه؟ كفاية بقى اللي حصل، مش هينفع حد تاني يموت. I hurt myself today. ركزوا شوية مع الحرامية اللي سرق البلد. To see if I still feel. انتوا عارفينهم اصلا بس ما تتكلموش. I focus on the pain. احنا بس سايبين حد. The only thing. بعدين بقى الظباط اللي مش عاجبينك دول منهم ابنك الوحيد. عشان خاطر سليم خلي بالك من نفسك. ياد عيب ياد نزلاتي يا انت فاكر يعني عشان انت ابني لازم اجي في صفك؟ دي المسلسلات يمكن الخمسة اللي احنا شفناهم اعلى مشاهدة خلال الفترة اللي فاتت، ويمكن يعني عندهم مشاهدات مثلا تتراوح من اول مسلسل 72 مليون اللي هو كلبش، والتاني مسلسل كفر دلهاب 69 مليون، لا لا لاند 63 مليون، طاقة القدر 35 مليون، الزيبق 34 مليون، طبعا اعداد كبيرة يعني.